آه هذا يسأل يقول آه الدعاء على من ظلمني هل يدخل في أن أن المنهي عنه الاعتداء في الدعاء؟ هذا ليس من الاعتداء في الدعاء نعم إذا كان ظلمك حقيقة ولكن الأولى والأفضل ألا أن تعفو عنه وألا تدعو عليه وتنتظر يعني حقك في الآخرة أو يعوضك الله خيرا منه نعم